والتزامنا في العناية والمودة. والتزامنا في العناية والمودة. وجوب تبادل الاحترام والأمانة والإسعاف. وجوب تبادل الاحترام والأمانة والإسعاف. والمساعدة. والمساعدة. وتأمين الإدارة المعنوية والمادية لعائلتنا. وتأمين الإدارة المعنوية والمادية لعائلتنا. هذا خليل مهندسة اتصالات. توني ده غير كمان مهندس اتصالات. نحن مش لأنه من طوائف مختلفة قررنا نتجوز مدني. كل واحد أكيد عنده هدف من هذا الشيء. أنا هدفي كان أكتر سياسي. أنا بالنسبة لي إنه نحن بلبنان مقسمين طائفيا صرنا من أول ما خلقنا لليوم وكل مالنا عم نرجع لورا. أي مواطن أبسط حقوقه إنه يقدر يتزوج ببلده. ومش معناته الزواج المدني إنه واحد عم يتخلى عن دينه. جوزنا كنا عارفين انه راح نفوت بمشكل وممكن يزبط وممكن ما يزبط. نزلت على مأمور النفوس ما كان يقبل ياخذ يسجل. هو فعليا شغلته يسجل انه انت عم تقدم معامله ويحولها لمأمور النفوس ضايعتك. نحن بعد دبيت انا وياه انه هيدا الموضوع صار معلن وانت مجبور تاخذها. يعني مش بطيبك اذا بتاخذها ولا لا. انت مجبور تاخذها وتحولها. وزارة الداخلية هي بتصطفل بهذا الأمر. وأنا هون صرت تابع الملف وصار يمرق أشهر شهر ولا شهر وأنا أنزل أسأل عن الموضوع إنه وين صار هالملف. كل واحد يكبني من مكتب لمكتب لحتى هونيك نهار نزلت قعدت قدام مكتب المسؤولة سوزان قوري حنا. خلص بدي أعرف الفايل تبعي وين. وقت المحامي قالنا إنه بتجيب الفايل وتقولهم أنا بطل بدي. وصرنا نسأل كذا شهر لبالآخر رجعوا سجلوا الزواج. صار في ضغوطات لحتى هي مشت رجعت الملف. اجت الضغوطات من الوزير لأنه الوزير كان معه طرح. هلا مشكلتك بلبنان إنه هي بترجع للشخص أكثر ما إنه هي للقوانين. في حدا ممكن يتحكم لك بمصيرك حسب قديش عنده سلطة، حسب قديش عنده معارف، حسب مين في وراه. اتفاق فيما بينهم. طبعا انتم اتفقتوا كمان انه بنصرح مختارين غير مكرهين باننا قد اخذنا من نظام المشاركه في المقبولات والمكتسبات نظاما لزواج. بعد تلاوه هالعقد طبعا موافقين عليه. لا عندي اعتراض. ايه طبعا. يلا احنا اللي عملناه لحتى ما يكون عندنا مخاوف لاولادنا. نحن عندنا مخاوف على البلد لأنه مثل ما شايفين البلد رايح طائفياً أكتر وأكتر. دولة مصرة أنه نتزوج حسب الطائفة وننتخب حسب الطائفة ونعمل كل شيء حسب الطائفة لأنه هيدا النظام الوحيد اللي بخلي المسؤولين موجودين بسلطاتهم ما بيعودوا يقدروا يقعدوا على كراسيهم حسب طوايفهم. هيدا الشيء ما بيواتي لا رجال الدين لأنه بمطرح من المطارح بيفقدوا سلطتهم على العالم من اللي هن عم ياخدوها من الزواج بمطرح من المطارح ومن المحاكم. يعني التزاماتك أنت تجاه هالجهة الدينية شو ما كانت تكون ما خصون بحقوقك كمواطن لأنه هاو حقوق تانيين مفصولين. لازم قانون واحد يحكمني ويحكمك. مش لازم أنت يكون عندك شيء أنا ما بحق لي أعمله أو أنا عندي شيء أنت ما بحق لك تعمله. نحن منفضل نتجوز حسب قانون مدني لبناني. صار الوقت أن نوعى شوي على هالحقوق اللي لازم تكون عنا. نبطل هالتبعية اللي هي موجودة لنقدر بس نعيش ونعيش أولادنا وأولاد أولادنا بعدها.